نروح بقى لفقره اخبار الناشئين في الصحف والمواقع. سيراميكا كليوباترا يتأهل لنهائي كأس مصر للشباب. حرس الحدود يتأهل لنهائي كأس مصر للشباب على حساب الإسماعيلي. المنتخب الأولمبي يحدد 8 مساء موعدا لودية جنوب أفريقيا بالسويس. عايز أقف شوية مع المنتخب الأولمبي والكابتن شوقي غريب، اللي بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية، فترة مهمة جدا. كلنا ثقة في المنتخب الأولمبي، كابتن شوقي غريب يضم قائمة إن شاء الله مش هتروح تلعب 3 ماتشات في الأولمبياد، لا بالعكس عندنا قائمة تنافس وتحقق ميدالية. كابتن شوقي غريب زي ما اعتدنا عليه في الكرة المصرية دايما بيحقق نجاحات، قبل كده برونزية كأس العالم مع منتخب الشباب. كابتن شوقي غريب لما كان مساعد مع الكابتن حسن شحاتة برضه كان فيه إنجازات في الكرة المصرية، وأيضا كابتن شوقي غريب ونجاح بطولة 23 وتحقيق كأس البطولة هنا في مصر. لكن الكابتن شوقي غريب، أو قبل ما أروح للصعوبات اللي هيقابلها الكابتن شوقي غريب خلال الفترة القادمة، ترتيب المباريات هيكون في كأس أو في أولمبياد طوكيو. المنتخب مصر يفتتح البطولة بمواجهة أمام منتخب أسبانيا، ده هيكون يوم 22. المباراة الثانية يوم 25 أمام الأرجنتين، المباراة الثالثة أمام أستراليا 28. ترتيب المباريات يعني مش في صالح منتخب مصر شوية، إنك أنت تواجه في افتتاح الأولمبياد منتخب زي منتخب أسبانيا هو المنتخب الأقوى. منتخب أسبانيا منتخب مرشح للفوز بالأولمبياد أو بالبطولة. فالنهارده ترتيب المواجهات في صعوبة شوية. نتمنى إن شاء الله البداية تكون قوية، إن مفتاح الصعود هو مباراة منتخب أسبانيا. الحتة الثانية حتة الراحات ما بين الماتشات، أنت هتلاعب أسبانيا 22، 25 أرجنتين، 27 أو 28 هتلاعب منتخب أستراليا. مفيش يعني 48 ساعة بين كل ماتش وماتش، ما عندكش النهارده رفاهية الراحة، قدر الله لعيب اتصاب، لعيب حصل له حاجة، فأنت في ضغط في ترتيب المباريات. النهارده منتخب الأرجنتين، بيستعد برضه للأولمبياد. النهارده من شوية لاعب الدنمارك فاز عليها 2-1 في مباراة قوية، فاز في اللحظات الأخيرة. منتخب الأرجنتين بيقابل نفس المدارس اللي هيقابلها في الأولمبياد. برضه عنده مباراة ودية أمام منتخب السعودية يوم الجمعة القادمة، منتخب الأرجنتين. فالنهارده لما لاعب السعودية زي المدرسة العربية كأنه بيلاعب منتخب مصر. الدنمارك كأنه بيلاعب أسبانيا، فالنهارده عندك تنوع. كابتن شوقي غريب هيقابل منتخب جنوب أفريقيا يوم الخميس القادم. منتخب جنوب أفريقيا منتخب قوي جدا، منتخب يمتاز بالسرعات. لكن كنت أحب النهارده كابتن شوقي غريب زي ما احنا لعبنا البرازيل قبل كده في مباراة ودية أمريكا اللاتينية مشابهة شوية للأرجنتين، كان يبقى الاستعداد على برضه منتخبات أوروبية، نفس المدارس اللي أنت ممكن تواجهها في الأولمبياد. هنقول قائمة المعسكر مع حضراتكم: محمد صبحي، محمود جاد، عمر صلاح، مصطفى شوبير، أسامة جلال، محمد عبد السلام، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بكم، محمود الجزار، كريم العراقي، عمار حمدي، أحمد أبو الفتوح، كريم فؤاد، وفي الوسط أكرم توفيق وأحمد سعيد ونصر ماهر وحسن علي ومحمد صادق ورمضان صبحي وأحمد عبد القادر وإبراهيم عادل وفوزي الحناوي، وفي الهجوم مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر منسي وفادي فريد. قلت القايمة كلها، كالمعتاد، ناقصة لاعب واحد ومش هقوله. نروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيفنا كابتن عمرو الحلو.